حلقة مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. مصطفى ميزار وأخبار الاقتصاد، إليك مصطفى. شكرا هبة وشكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري إلى لبنان واستقباله في الأراضي اللبنانية. وخلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة حاليا، شدد وزير البترول على استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في إطار العلاقات والروابط التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر. من جانبه وجه وزير الطاقة اللبناني الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا على موقفها المساند للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة الهامة. إلى سوق المال، حيث أنت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات مكثفة من قبل المستثمرين العرب، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق مستوى 703.5 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 3 مليارات جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 10,048 نقطة ليصعد بنسبة 99%، ويغلق عند مستوى 10,148 نقطة أيضا. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 عند مستوى 2,186 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 44%، وذلك عند مستوى 2,196 نقطة. كذلك فتح مؤشر AGX 100 عند مستوى 3,125 نقطة ليصعد هو الآخر بنسبة 69%، ويغلق عند مستوى 3,147 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيها و63 قرشا للشراء و19 جنيها و70 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و14 قرش للشراء و19 جنيه و21 قرشا للبيع. وبالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 22 جنيه و21 قرش للشراء و22 جنيه و30 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي ووصلت قيمته إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، وفيها ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1650.5 دولارا للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 958 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1115 جنيه، وعيار 24 الذي وصلت قيمته إلى 1274 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 8920 جنيه. سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية مع تواصل الأزمة السياسية في البلاد والتي تحول دون التوصل إلى أي إصلاحات اقتصادية. لمس سعر الصرف بأربعين ألف ليرة مقابل الدولار، وذلك في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ 3 أعوام. يصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ومنذ صيف عام 2019 خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرة التاسعة مع هبة حسين وأيمن منصور. أشكرك مصطفى.